السلام عليكم شباب، شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. قبل سنة تقريبا نزلت فيديو كيف تسوي سيرفر ماينكرافت، بس هالحكي كان من سنة. في كثير أشياء تغيرت الحين بطريقة إنشاء السيرفرات أو حتى السيرفرات نفسه، فحبيت نسوي سيرفر جديد بالماينكرافت. طبعا هاي قناتي، شوف الفيديوهات، طيب شوفوه والله حلوين. هذا الفيديو والله تعبت عليه، يعني جد شوفوه. مهم، اول شيء عشان تسوي السيرفر لازم يكون عندك في بي اس. طبعا هذا انا الكنترول بانل تبع الفي بي اس تبعي، منزل عليه اوبنتو 14.04. المهم خلينا نبلش بالاشياء المهمه. هذا الفايل اللي فيه الاوامر، اكيد بتلاقوا الرابط تبع تحميله بالديسكريبشن. اول شيء عشان نبلش نسوي السيرفر لازم يكون عندنا برنامج بوتي، اللي هو تبع مثل ما تقول التيرمينال تبع الاس اس اتش للسيرفر. بتحط هون الاي بي تبع السيرفر، البورت 22، وبتدخل عليه. اول مره بتفتح السيرفر بيطلع لك هي الرساله، طبعا بتحط له يس وبتكمل. هون بتكتب اسم المستخدم اللي هو بيكون روت، بعدها بتحط الباسورد تبع الروت. طبعا بعد ما تكتبه ما حيطلع لك شيء، بتشوفوا انتو هون انه مش مكتوب شيء، ولكن هو مكتوب ما عليك. بكمل كتابة واكبس انتر. اوكي، الحين دخلنا على الفي بي اس. بنحط الحين الاوامر المهمة لتحديث الفي بي اس وعشان نقدر ننزل السيرفر عليه. في اوامر مثل هذا سريعة وفي اوامر بطيئة. الاوامر بطيئة بسرع الفيديو اثناء عشان ما ناخد كتير وقت. طبعا ملاحظة، بتنسخ هاد عادي بالكنترول سي، ولكن بدك تلصقه بالتيرمينال هون، تكبس زر الفارة اليمين بيلتصق. هذا الامر شوي بطيء فلذلك بسرع الفيديو عليه. تكبس لهون واي انه موافق. واخيرا خلص. الامر اللي بعده، طبعا هاي الاوامر يعني تنزيلها بيكون بسرعة الانترنت اللي عندك وقوة الفي بي اس اللي اخذه انت. اوكي، الحين خلصنا تنزيل الاوامر، الحين منبلش بالشغل الجدي. اوكي، ننسخ هذا الامر او خليني اكتبه كتابة. طبعا انتو نسخوه عادي اذا مش حافظينه كيف تنكتب، بس انا حكتبه كتابة. الامر هو عشان نسوي مجلد للعبة ماينكرافت. تكبس الامر هو mk dir space، بنحطه بالمجلد الهوم سلاش اسم المجلد. انا حسميه ماينكرافت، انت فيك تسميه اي اسم بدك اياه. اوكي، الحين انشئ المجلد. عشان ندخل للمجلد هاد تكبس cd backslash home backslash minecraft انتر. الحين دخلنا نحن لقلب المجلد. حلو، الحين بدنا ننزل السيرفر تبع ماينكرافت بقلب هذا المجلد. الامر هو كالتالي: sudo space wget هاد، هو بحيث انه يغير لك اسم السيرفر من اي اسم موجود لهذا الاسم. اوكي، ننسخه حاليا. اوكي، الرابط تبع تحميل السيرفر من وين بنجيبه؟ بنروح على الموقع الرسمي تبع ماينكرافت، بتضغط على منيو بعدين ترايل اند داونلود. من هون بتحمل اللعبة الأصلية طبعا، ومن هون بس تنزل لتحت بتلاقي سيت اب يور اون ماينكرافت سيرفر، بتكبس عليه. هذا هو الرابط، نكبس على زر يمين كوبي لينك ادرس، نرجع للتيرمينال زر يمين انتر. طبعا حياخذ وقت حسب سرعة النت، اليوم عند النت ميت على حظي. اوكي، الحين نزل السيرفر. عشان نشوف شوف الملفات بقلب المجلد اللي نحن فيه، نضغط الامر ls، تكبس انتر. حلو، الحين هاي السيرفر، هذا اسمه السيرفر. لو اني مش حاطط هذا الامر اللي هو داش او وماينكرافت سيرفر دوت جار، كان حينزل عندي باسم
ماينكرافت سيرفر دوت 1 دوت 1 1 دوت 2 يعني ملخبط. اوكي الحين عشان نشغل السيرفر نحتاج للامر التالي، هذا هو الامر، نلصقه بالتيرمينال وبنكبس له انتر وتصبر عليه شوي. اوكي الحين اشتغل السيرفر بس رجع وقف، ليش؟ لانه في اتفاقية مثل كل البرامج لازم توافق عليها. طيب شو هي الاتفاقية؟ الحين نرجع ل ls عشان نشوف شو في مجلدات وملفات داخل الملف اللي نحن فيه. ls enter بتلاحظ انه في عندك هاي الاتفاقية، اللوجز هذا ما عاد ما حدا بيهتم فيه، وهذا السيرفر بذات نفسه، وهذول الاعدادات مثل ما تقول. الحين عشان ندخل للاتفاقية تضغط الامر نانو سبيس اي يو ال اي دوت تي اكس تي. ده بس خليني انا انسخها عشان فتح لك هاي الصفحة. بتنزل بالاسهم لتحت، بتغير كلمة فولس ل ترو، بعدين بتكبس كنترول اكس. هون بيقول لك بدك تحفظ، قال له يس بدي احفظ، وبعدين اكبس له انتر. اوكي نرجع لنفس الامر اللي كتبناه قبل عشان يشغل السيرفر، ولكن بنضيف عليه باوله كلمة سكرين. حلو تضغط انتر. اوكي تمام الحين اشتغل السيرفر. اذا بتروح على ماينكرافت تكبس المالتي بلاير وبتضيف السيرفر عادي، يعني بتلاحظ انه شغال فيه 20 لاعب واسم السيرفر ماينكرافت سيرفر، ولكن انا ما بدي هدول الاعدادات، بدي اعدادات انا سويهم. فعشان نشغله او نعدل بالاعدادات الحين بتكبس كنترول اي ودي مع بعض، كنترول اي دي، بيفتح لك هاي الصفحة. اوكي الحين عشان نشوف نحن شو في عنا سيرفرات شغالة بالسكرين بالفي بي اس، بتضغط الامر التالي سكرين سبيس داش ال اس انتر، بيطلع لك انه في عنا سيرفر واحد اللي هو ماينكرافت. طيب انا بدي وقفه لهذا السيرفر عشان اعدل بالاعدادات، الامر هو موجود هون، تنسخ هاد تلصقه هون، بعدين هذا اسم السيرفر، نحن هذا السيرفر اللي بدنا نوقفه، تنسخ هاي بس اكبس عليها زر يمين لحالة بتلتصق، بعدين سبيس وبتكتب كل، اقتل هذا السيرفر. كل او ستوب عادي بس بحس كل اقوى، بتعرف نحن رجع جيل يعني. بترجع لنفس الامر سكرين داش ال اس، بتشوف ما عاد في ولا سيرفر شغال. اوكي عشان نعدل بالاعدادات تبع السيرفر بتضغط الامر نانو سبيس سيرفر بروبرتيز، او بس اكبس اس اي ار وبعدين تاب، بيكمل لك هو لحاله. انتر فتح لك الاوامر عشان تغير الاعدادات. طيب انا حاليا بما اني جديد ما بدي المونسترز، فبحط له فولس. بدي على سبيل المثال بدي على سبيل المثال البلوكس، بدي اياها الاشياء اللي بدك اياها بتحط لها ترو، اللي ما بدك اياها بتحط لها فولس. حلو الماكس بلاير حطها 50، يعني هذول الاشياء المهمه بس ببدلها بعدلها انا. اسم السيرفر هون بتلاقي اخر شيء اللي هو MOTD، هذا هو. حلو انا بدي غيره ل لا دقيقة شوي، خلنا زينه مثلا، بكتب لا ما بكتب
حلو هاي هيك زينا. عشان نحفظ هذول الاعدادات كنترول اكس بعدين واي وانتر. اوكي الحين بتشوف مثلا باللعبة اذا سويت له ريفرش السيرفر مش شغال. طيب صح السيرفر انا سويت له كل حلو. الحين ترجع تكبس بالاسهم لفوق مرة تنتين ثلاثة، ترجع بتشغل الامر تبع تشغيل السيرفر وتأكد انه ببدايته في سكرين عشان يشتغل معك مظبوط. الحين تكبس انتر وبتصبر لبين ما ان شاء الله بيشتغل السيرفر معك 100%. اوكي تمام الحين كتب لك دون، معناته السيرفر شغال. بترجع على ماينكرافت ريفرش بتلاحظ انه 50 لاعب واسم السيرفر سكار ولا سوار، لا سكار متأكد. بتلاحظ انه اسم السيرفر مثل ما انا كتبته بالتزيين تبعيتي يعني بالخرافية. اوكي الحين عشان تطلع من هاي الواجهة اذا مثلا بدك تشتغل شغلة تانية بالتيرمينال، بدك نزل سيرفر تيم سبيك او شي، بس بتكبس الكنترول والاي والدي كنترول اي دي. حلو خلاص الحين شغال ls. زادوا الملفات بالمجلد تبع ماينكرافت، هذا دليل انه السيرفر شغال. طبعا ان شاء الله بحاول اصور لكم فيديو طريقة لعبي بالماينكرافت، بس لو سمحتوا من الحين ما حدا يضحك علي. طبعا برنامج بوتي وهي الصفحة تبعيت الاوامر بتلاقوها بالدسكريبشن ان شاء الله. وبس هذا كان كل شيء معنا لليوم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، اكبس send me all notification for this channel عادي يعني مشان تحبوني وحبكم، وشوفوا باقي الفيديوهات. المهم ان شاء الله بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. see you later.